بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الأمين المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي البنين والبنات، ديروا بالكم من القوالب. ولد الطبيب طبيب، ولد المهندس مهندس، ولد القاضي قاضي، ولد التاجر تاجر، ولد الرياضي رياضي، ولد الفنان فنان، ولد المعلم معلم. وانتوا يا أباء يا أمهات لا تسوون هذه القوالب، خلوا العيال يختارون اللي يحبونه ويرغبون فيه ويقدرون عليه ولهم فيها فرص في الحياة. عيالي بناتي أبنائي البنين والبنات راح تعيشون 35 سنة 40 سنة بالوظيفة، تبصم الصبح وتبصم العصر. اختر لنفسك ما تتلذذ فيه وتستمتع فيه وتنتج كذلك فيه. وأيضا نصيحتي للدولة، لا تسوون هذا الخط، تعطون فرص بس حق عيال الضباط يصيرون ضباط، والقضاة يصيرون قضاة، والمعلمين يصيرون معلمين، والأطباء يصيرون أطباء. افتحوها على الكفاءات، اللي يقدر وعنده الإمكانية أعطوه الفرصة.